وزرع فيه حب الناس. رجل وجد لفعل الخير والإيثار والإنصات إلى الآخر. رجل ودود عطوف ميال إلى التآخي والتآزر. أيها الحضور الكرام، إن هذا اليوم ليس يوم سي أحمد حمان وحده، بل إنه يومنا جميعا. إنه يوم محبيه في كل مكان وأينما وجدوا، لأنه موجود هنا وهناك معه. وأنا بالخصوص نتقاسم لحظة الفرح والحبور ونركب صهوة القلق والحلم، محلقين في سماء الكلمة يخفرنا الصوت الجميل وصلا من هناك آت، حيث الذاكرة والتراب والتاريخ وأصوات تسكن حفيف رياح يوجهها صوبنا، وهو واقف على ربوة أزمنة خلت في سهوبها تسبح الحكايا والتفاصيل. المبدع سي أحمد حمانو، الزجال، الإنسان، كما أقول له دائما، أنا أتقاسم وإياك رائحة التراب ونسائم البيادر ومواويل الحصاد وزغاريد المواسم وصمت الليل وهدأته وصياح الديكة وتغاء الأغنام وحصى التراب وكم أدمتنا ونحن نمشي حفاة. أنا ابن البادية أيضا، ذاك الطفل الذي كنته بين أشجارها في وديانها وأنهارها، وعلى ضفافها اصطدنا العصافير وتسلقنا العليق وأكلنا التوت كما يفعل الصغار تماما. من هذا الفضاء جاءنا صوت الزجل والشعر في تجربته تقصير للجذور واستحضار للتفاصيل والحكايا وغوص في الأنغام والمواويل والجزئيات، حيث الحكم والأمثال والإشارات تارة بالواضح وتارة بالمرموز، والسخرية من الوقت والتأمل في أصحاب الوقت يدفع بك إلى حومة القول ثم يتركك في البساط الشاسعة كي كما يفعل أصحاب البادية عادة ليأتيك بما تفرضه أصول الكرم وحسن الوفادة. بعدما يسجنك بوارف القول ويأسرك الكلام يدعوك أن تتأمله جيدا وإداك افعل به ما تريد. اسأل عن أحوال الجحش هل كبر أم لا، واقطف من حروف الصغرى ما يدمي وما يشفي أيضا، فأنت أمام رجل يختن اللغة دون قطرة دماء. كلما التقينا وتعانقنا عناقا حارا قبل الوداع يبادرني بالقول عنق حمالة حمالة وعنق شريط شريط، وأقول له أنا مشدود إليك بهذا الشريط متين، لك كل الألق والذهاء، ودمت مبدعا مرضاء ساطعا تا
تسكن قلوب الجميع. وشكرا على إصغائكم.